اختتمت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها اليوم في استقبال الحجاج المصريين لموسم الحج هذا العام، وقد بلغ عدد المترددين بها 26,337 حاجا. ولا يزال يعالج بالمستشفيات السعودية 18 حاجا، منهم 11 بالعناية وحالتهم مستقرة، وسيتم نقلهم وعودتهم بالتنسيق مع السفارة المصرية والسلطات السعودية لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية خلال الفترة القادمة. ومع مغادرة آخر أفواج ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين، أنهت البعثة الطبية أعمالها في تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية منذ بدء الرحلة المقدسة وحتى المغادرة. كان لقاء رئيس البعثة أعضائها للتعرف على آخر الموقف الصحي للحجاج المصريين بالمستشفيات وكيفية عودتها إلى أرض الوطن، وتقديم الشكر لأعضاء البعثة لما قدموه من جهود مضنية لضيوف الرحمن خلال هذا الحدث الجلل. عندنا حوالي 25 حالة منومة بالمستشفيات، بيتم التنسيق وتقييم جميع الحالات المنومة بالمستشفيات سواء كانت بمكة أو المدينة المنورة لتقييم الحالات والتنسيق ما بين كافة السلطات وشركة الطيران لنقلهم إلى مصر الحبيبة بإذن الله، وده عن طريق التنسيق ما بين السفارة المصرية والسلطات في وزارة الصحة السعودية وشركة الطيران لتوفير وسائل الإسعاف لنقل المرضى من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية بسيارات إسعاف إلى المطار مباشرة، والتنسيق ما بين الإسعاف المصري عند وصولهم إلى الأراضي المصرية لنقلهم إلى أقرب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية مباشرة، ومباشرة وتقييم الحالات ومتابعة الحالات في مصر الحبيبة بإذن الله. والأدوية، كافة الأدوية كانت متوفرة على مدار الساعة لكافة المنتفعين والحجاج، والحمد لله يعني كل الحجاج خدوا خدماتهم الطبية بشكل كامل. أعضاء البعثة الطبية قبيل المغادرة عبروا عن امتنانهم وسعادتهم البالغة في مساعدة وتقديم أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين أينما كانوا خلال أدائهم المناسك كواجب وطني وسط أجواء روحانية عالية. وسعادة لو توصف إن ربنا استفاضنا إن احنا نحج السنة دي ونخدم جميع أفراد الحجاج المصريين. الحمد لله الفترة اللي فاتت الجميع كان بيعمل على أكمل وجه، قدرنا نقدم خدمة ولو يعني بسيطة للحجاج المصريين خاصة والحجاج عامة. الحمد لله ربنا وفقنا وأدينا فريضة الحج، الحمد لله يا رب نكون عند حسن ظن الجميع. أجواء جميلة ولذيذة ورحلة حلوة. أي نعم كنا بنشتغل، بس الحمد لله أدينا فريضة بطعم مختلف بمجموعة حلوة، رئيس بعثة متفاهم، نائب رئيس بعثة رائع، مدير عيادات أحلى، بجروب ومجموعة أحلى وأحلى. حسينا إحنا بنشتغل، حسينا إحنا بنحج وبنشتغل في نفس الوقت. ربنا إن شاء الله يتقبل مننا. اللي عملناه ده فخر لينا وللبلد وللوزارة، ومجهود من الناس كلها يشكروا تحت قيادة عظيمة زي الدكتور حساني ومعالي وزير الصحة. الناس ما قصرتش، الدكاتره ما قصرتش، احنا اشتغلنا لاخر دقيقه جميل ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا نقدر نخدم الحجاج ونكون في خدمه الحجاج ونساعد البعثه الطبيه ان هي تقدم مهامها في خدمه الحجاج وضيوف الرحمن، وان احنا البعثه الطبيه تظهر باحسن شكل وتقدر تخدم الحجاج المصريين وغير المصريين. اتمنى ان احنا نكون قدرنا نخدم الحجاج على اكمل وجه. يعني الواحد مبسوط جدا بخدمه الحجاج في الفتره اللي فاتت، والواحد كان يتمنى يكون قد افضل ما عنده ويسامحونا لو حصل اي تقصير غير مقصود. وعلى صعيد متصل قام مسؤول الهيئه العامه للاعلام المرئي والمسموع بوزاره الاعلام السعودي بتكريم فريق الإعلام المعني بالبعثة الطبية لتغطيتهم المتميزة خلال الرحلة المقدسة، وبانتهاء أعمال البعثة الطبية المصرية في تقديم خدماتها العلاجية والوقائية حتى مغادرة ضيوف الرحمن لأرض الوطن، تبقى ذكريات حلوة مغلفة بروحانيات ربانية تبقى في الأذهان أبد الدهر. محمد حلمي، التلفزيون المصري.